عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بأن الختام نارية في هذا المهرجان الأسطوري، تتواصل الأشواط ويتواصلون الزملاء، ايضا شوط الزمول يستعد للانطلاقه. ورحب باخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. شكرا اخي محمد بن مريك المري. ايها الاخوه المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بالشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. هذا هو يومنا الذي يسبق يوم العاصفة الكبير ويوم أشواط الرموز، يوم الثلاثاء 29 من مارس 2022 ضمن هذه الانطلاقات المسائية الخاصة بأصايل وسبق أصحاب السمو الشيوخ السعادة. وهذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين الشعارات العملاقة وأقطاب المنافسة بالخليج. تابعنا قبل لحظات شوطنا الأول الرئيسي شعار هجن الرئاسة مع الهائلة الذي قدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، خطفت أول الأشواط الرئيسية على بركة الله. قبل لحظات انطلق شوطنا الأول الرئيسي الذي لا يقل أهمية بحجم أسمائه وشعاراته العملاقة، شوط رئيسي للزمول، شوط أول ونخب أول مع هذه الأصايل ومع هذه السبك. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة فخمة BMW تنتظر بطلا من هذه الاسماء وشعارا ينتزع هذه السيارة الغالية، بالاضافة الى الناموس الغالي الذي سيزف ويهدى على الهواء مباشرة. متابعينا مشاهدينا الكرام، نخوض هذه الاسماء، نتعرف على المركز الاول. محال على المركز الاول لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني المضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك على المركز الأول، يليه بالمركز الثاني شعار هجن الرئاسة، وهذا المسك اللي يحتل المركز الثاني لهجن الرئاسة عند العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث شعار هجن العاصفة القادم من الإمارات أيضا، وهذا لبيب، واللبيب بالإشارة يفهم، هذا هو لبيب لهجن العاصفة العملاق المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع رمز على المركز الرابع الهجن الرئاسة، المضمر هو علي بن جميل الوهيبي، وخامسا مضمر الهائلة يقدم غزيلان. على المركز الخامس محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع هذا الاسم الكبير وهذا غزيلان على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، نداء الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الأول، في هذا الشوط الكبير. والجائزة الأضخم في هذا المهرجان أيضا، هناك جائزة والله يا أخواني، BMW سيارة ثمينة غالية تنتظر بطلا من أبطال هذا الشوط، بطلا وحيدا سيتوج بالسيارة عند خط النهاية. من هو المضمر سعيد الحظ اللي بياخذ له بي ام الليلة؟ بياخذ له بي ام، يا سلام، المقيض على بي ام. الله الله الله، اللهم صل على محمد. عموما على كل حال، الى محال، لا محال مع محال،
لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني المضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. بنشوف المركز الثاني غزيلان لهجن الرئاسة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يطمع بخطف هذه البي ام بعد ان خطف الشوط الرئيسي وخذاله في كسار يا سلام في XR خطفه هذا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام مرحبا بهذا الشعار، أقف احتراما وتقديرا لهذا الشعار الكبير ولهذا الاسم الضخم، هذا الاسم الكبير الفايز. مرحبا بالفايز ومرحبا بالأدعم على ظهر الفايز. هنا شعار شعاري هجن الشحانية، وهذا هو البرنس، البرنس الأنيق، أنيق دائما في الشخصية. جار الله بن عقيل المري، جار الله بن عقيل المري أحد الأسماء العملاقة في هذا العالم الساحر، من المضمرين الكبار. جار الله بن عقيل المري يتابع الفايز التابع لإمبراطورية الشحانية. المركز الثالث قلنا لكم غزيلان على المركز الثالث، يضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتبع لمؤسسة هجن الرئاسة. رابعا العاصفة تتدخل في هذه اللحظة في هذا الموقف لهجن العاصفة لبيب والمضمر غياث الهلالي. وأختم ندائي مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يقدم المسك على المركز الخامس. يا سلام لقاء أخوي يجمع بين الشعارات الكبيرة يا أخواني، والعملاقة هنا في الشحانية بمنطقة الشحانية بدار آل ثاني الكرام. يا سلام الشحانية وميدان الشحانية، الجوهرة 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 جوهرة في الميادين ميدان الشحانية. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع لكل الشعارات الحاضرة. مرحبا بالجميع، نردد دائما، يردد أبناء قطر المقيمين والمواطنين يرددون دائما مرحبين بإخوانهم. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، مرحبا بالجميع. يا سلام يا سلام، هنا حيث ميدان الشحانية، حيث التنظيم الرائع والأكثر من رائع. ونتقدم بالشكر الجزيل يا أخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، جميعا نشكرهم، والشكر موصول لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن السيد عبد الله بن محمد الكواري، وشكرنا وتقديرنا الخاص لمدير السباقات في ميدان الشحانية. شعلة النشاط، الشخص الذي يقف دائما وراء كل كبيرة وصغيرة بالميدان له بصمة واضحة والله بحسن التنظيم والتنظيم الرائع في ميدان الشحانية. أخي الأستاذ مبارك بن محمد البادي، شكرا يا أبو محمد، شكرا يا أبو محمد. متابعينا مشاهدينا الكرام إلى مجريات هذا الشوط، الشعارات العملاقة والكبيرة، أربعة أسماء في موقع واحد تقريبا العاصفة الرئاسة الشحانية. يا لأهرام هذه المنافسة، يا لأهرام هذه المنافسة العظمى. بدأ الوهيبي، شوفوا يا أخواني سلطان بن محمد الوهيبي ماذا دهاك، بدأ في هذه اللحظات عند شيء هناك، عند شيء بعد الخمسة. خلوني أشوف بالفعل هذا الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عموما على كل حال سيطر للعاصفة على المركز الاول، شعار هجن العاصفة اللي اعلناه قبل لحظات المركز بالمركز الرابع، وهذا لبيب لهجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على المركز الاول. والشعار الملكي هنا قادم بمتابعة غيات الهلالي مع لبيب. المركز الثاني الشكل غير والشعار غير والاداء غير، وبسم الله عليك يا الفايز، بسم الله عليك يا الفايز، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. هذا الفايز ينطلق بالشعار الأدعم الكبير بمتابعة
برنس المضمرين جار الله بن عقيل المري، وثالثا غزيلان بنعت المراكز مرة أخرى. غزيلان لهجن الرئاسة يترقب الموقف ويترصد لخطف هذه البي ام دبليو. السيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الثالث، يتابع غزيلان رابعا الظافر علي بن جميل الوهيبي، وصل الوهيبي ثالثا، رابعا وخامسا الوهيبي، هناك علي بن جميل ظافر المضمرين يقدم اسمين عملاقين بشعار هجن الرئاسة، هذا رمز، وهذا اللي بالمركز الرابع وانتقل الى المركز الخامس عند علي بن جميل. هنا قادم التيار ورمز اسميني عملاقين بشعار كبير، شعار هجن الرئاسة. هنا ينطلق على المركز الاول والثاني علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين، المركز الثالث على المركز الثالث الفائز لهجنة الشحانية، على المركز الثالث المركز الرابع هجن العاصفة على ظهر لبيب بالمركز الرابع، وخامسا الغزيلان، لا زال محافظ هذا الغزيلان منذ انطلقنا وهو بالمركز الخامس، اخذ له موقع خطير والله بن زيتون يا جماعة، خطير بن زيتون والله خطير، من واقعي طبعا الخبرة، انا اتحدث بواقع الخبرة، هذا خطير رقم واحد. غزيلان على المركز الخامس، على المركز الخامس، واعود الى المركز الاول الى صدارة ومقدمة الشوط، الى المركز الاول الظافر علي بن يمير الوهيبي مع التيار. الله، الموقع وين؟ الموقع عند روحة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، يلبرتو الى خط النهاية، انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، بدأ الظافر بالابتعاد تقريبا مع التيار على المركز الاول، غزيلان على المركز الثاني مع شعار هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف الفايز على المركز الثالث الفايز الهجن الشحانية، وهذه لحظات الناموس يا ابن عقيل، المركز الرابع والخامس للعاصفة وهجنها مع الساعي ومع لبيب، على المركز الرابع والخامس لهجن العاصفة عند غياث الهلالي على المركز الخامس، ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى صدارة ومقدمة الشوط، التيار على المركز الاول، التيار مع الصدارة، التيار عند علي بن يمين الوهيبي على المركز الاول، مع المركز الاول لهجن الرئاسة، والرئاسة قادمة باسم ثاني، غزيلان قلت لكم يا اخواني، والله العظيم قلت لكم خطير هذا غزيلان اللي يحتل المرتبة الثانية، يحتل المركز الثاني مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الاول، ولكن الظافر مع التيار هنا، وغزيلان والتيار. الله، الناموس للرئاسة في هذا الشوط، للرئاسة، هل يخطف الناموس علي بن ميل ولا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري؟ الله اعلم. عموما وعلى كل حال، الناموس مرة اخرى نزفه للرئاسة وهجنها، نزفه للرئاسة، ولكن التيار مع هجن الرئاسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن يمير الوهيبي الذي قدم هذا التيار منطلقا وخاطفا للسيارة البي ام دبليو على خط النهاية، يصل هذا التيار، تهانينا لهجن الرئاسة وتهنئة نزفها للظافر علي بن يمير الوهيبي خاطف البي ام دبليو، تهانينا والناموس. المركز الثاني غزيلان لهجن الرئاسة، المركز الثالث الفائز لهجن الشحانية، ورابعا المركز الرابع الساعي لهجن العاصفة، المركز الخامس نمبر 5 رمز لهجن الرئاسة. تهنئة متابعينا مشاهدينا الكرام، نزفها على الهواء مباشرة مرة أخرى بعد خطف الهائلة للشوط الرئيسي الأول الخاص بالحيل، يخطف التيار ناموسا رئيسيا آخر في هذا المساء، مهديا عشاق شعار هجن العاصفة أو هجن الرئاسة هذا الناموس الغالي على ظهر التيار الذي خطف واحتل وفاز
بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس تهنئة نزفها على الهواء مباشرة للظافر علي بن يمير الوهيبي. تهانينا أبو سعيد على هذا الفوز. التوقيت الزمني لحظة وصول التيار إلى خط النهاية 13 دقيقة بدون ثواني، 29 جزء من الثانية فقط. تهنئة لهجن الرئاسة العملاقة وتهنئة لبسعيد الظافر علي بن يمير الوهيبي. تهانينا والناموس. غزيلان بالمركز الثاني لهجن الرئاسة أيضا مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، احتل المركز الثاني 13 ثانيتين جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث الفائز لهجن الشحانية عند البرنس جار الله بن عقيل المري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني و53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. تهنئة مرة أخرى لهجن الرئاسة على خطف وانتزاع وتحقيق هذا الناموس الغالي في هذا اليوم في هذه الأشواط الرئيسية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز شعار هجن الرئاسة بالأشواط الأولى. تهانينا والناموس انطلق على بركة الله ثالث الأشواط.